أعزائي المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم من تلفزيون جمهورية صوماليلاند. نحييكم ونقدم إليكم نشرة الأخبار نستهلها بأهم وأبرز العناوين. رئيس الجمهورية وإعلانه عن بدء عملية تسجيل الناخبين في سجلات الانتخابية بإقليم مروديتشيح. وزير وزارة إعادة الإسكان والتعمير وتسليمه مشروعا بمدينة بربراء. أعزائنا المشاهدين، كانت هذه أبرز عناويننا، وإليكم الآن النشرة بالتفصيل. أعلن اليوم رئيس جمهورية صوماليلاند فخامة أحمد محمد محمود آدم عن بدء عملية تسجيل الناخبين في سجلات الانتخابية في إقليم مروديتشيح رسميا. شارك اليوم رئيس جمهورية صوماليلاند وبرفقته عدد من أعضاء المجلس الوزاري ومجلسي النواب والشيوخ ومسؤولي الأحزاب السياسية الثلاثة ومسؤولين آخرين في الحكومة وضيوف شرف آخرين شاركوا في مناسبة احتفالية كبيرة للإعلان عن بدء تدوين الناخبين في سجلات الانتخابية لإقليم مروديتشيح، وذلك في فندق جوليد بالعاصمة هرقيسة. شارك في هذه المناسبة أعضاء من اللجنة القومية والمشرفة على الانتخابات والهيئات والمنظمات العالمية المعنية، وتحدث في بداية هذه المناسبة رئيس الجمهورية فخامة أحمد محمد محمود آدم، أشار من خلال حديثه إلى أن عملية تدوين الناخبين في السجلات الانتخابية تعتبر من أهم الأركان الأساسية للانتخابات حرة ونزيهة، وتطرق أيضا إلى أهمية المشاركة في هذه العملية وذلك تجسيدا للنهضة الديمقراطية الحديثة في صوماليلاند. كما أشار إلى أهمية بدء عملية تدوين الناخبين في إقليم مروديتشيح الذي يعتبر من أكبر وأهم الأقاليم البلاد، وذلك لوجود عاصمة صوماليلاند ضمن مدنه. ومن خلال هذه المناسبة أعلن رئيس الجمهورية رسميا عن بدء عملية تدوين الناخبين في السجلات الانتخابية، ودعا الله القدير أن يعيننا على أداء الواجبات اتجاه الوطن والمواطنين. وتحدث في هذه المناسبة أيضا أمين عام اللجنة القومية والمشرفة على الانتخابات سعادة عبد القادر إيمان ورصمه، تطرق من خلال حديثه إلى المراحل المتعددة لعملية تسجيل الناخبين في السجلات الانتخابية في الأقاليم التي جرت بها هذه العملية من قبل. وتحدث أيضا النائب الأول لأمين عام المجلس النواب سعادة باشا محمد فرح، رحب من خلال حديثه بعملية تدوين الناخبين وبدء هذه العملية رسميا في إقليم مروديتشيح. وتحدث أيضا في هذه المناسبة مسؤولين من الأحزاب السياسية الثلاثة، أشاروا من خلال كلماتهم إلى أهمية هذه المناسبة وتعهدوا بأداء واجباتهم على أكمل وجه، خاصة فيما يختص بتوعية المواطنين إلى أهمية المشاركة في عملية تدوين الناخبين. قام اليوم وزير وزارة إعادة الإسكان والتعمير بجمهورية صوماليلاند معالي علي سعيد ريغل وبرفقته عدد من مسؤولي المجلس المحلي لمدينة بربرة، قام بتسليم مساكن لعدد 185 أسرة ضمن مشروع يهدف إلى إعطاء المواطنين والمحتاجين مأوى. قام اليوم وزير وزارة إعادة الإسكان والتعمير بجمهورية صوماليلاند معالي علي سعيد ريغل وبرفقته عدد آخر من مسؤولي المجلس المحلي لمدينة بربرة، قاموا بتسليم عدد 85 أسرة منازل ضمن مشروع يهدف إلى إعطاء مواطني صوماليلاند والمحتاجين مساكن تأويهم. وتم بناء هذه المساكن بتمويل من قبل المجلس المحلي لمدينة بربرة وبالتعاون مع الهيئات والمنظمات العالمية العاملة بصوماليلاند في مجال الإسكان والتطوير المدن. وتحدث في هذه المناسبة السكرتير التنفيذي لمدينة بربرة، تطرق من خلال حديثه إلى هذا المشروع الذي يساهم في حل مشاكل الإسكان في البلاد خاصة مدينة بربرة. وتحدث هناك أيضا وزير وزارة إعادة الإسكان والتعمير بجمهورية صوماليلاند معالي علي سعيد ريغل، أشار من خلال حديثه إلى أهمية هذا المشروع وفائدته الكبيرة لمواطني صوماليلاند، وتطرق أيضا إلى أن هذا المشروع جاء بتمويل من دولة اليابان، وحسب
حتى مواطني سوماليلاند بالمحافظة على المنازل. وتحدث هناك عدد من المواطنين شكروا من خلال حديثهم حكومة سوماليلاند وأعضاء المجلس المحلي لمدينة بربرة على مجهوداتهم الكبيرة في مساعدتهم لحل مشاكل الإسكان في مدينة بربرة. استقبل اليوم عمدة مدينة بربرة الساحلية سعادة عبد الشكور محمود وبرفقته عدد آخر من أعضاء المجلس المحلي لمدينة بربرة، استقبلوا بمطار عقال الدولي وفد دولة فنلندا. استقبل اليوم عمدة مدينة بربرة الساحلية سعادة عبد الشكور محمد عدن وعدد من أعضاء المجلس المحلي لمدينة بربرة، استقبلوا بمطار عقال الدولي بالعاصمة هرقيسة وفد دولة فنلندا، حيث كان من ضمنهم السيدة روضة حسن عبد الله نائبة عمدة مدينة توركو الفنلندية. وتحدث في بداية هناك عمدة مدينة بربرة الساحلية سعادة عبد الشكور محمد عدن بكل ما قدم من خلالها شرحا مفصلا عن هدف زيارة وفد دولة فنلندا إلى جمهورية سوماليلاند، والذي هو مشاركتهم في بناء مكتب العامة بمدينة بربرة الساحلية، وكذلك إشرافهم وتمويلهم عدد آخر المشاريع الحيوية بالإقليم. وكما تحدثت هناك السيدة روضة حسن عبد الله أشارت من خلال حديثها مطولا عن الخطط والاستراتيجيات المشتركة بين أعضاء مجلس المحلي بمدينة بربرة ومدينة توركو الفنلندية، والتي من خلالها نسعى لرفع كفاءة مشاريع الحيوية وتحسينه بإقليم ساحل وخاصة بمدينة بربرة. وفي الختام تحدث هناك السيد أرض بكل ما عبر من خلالها عن فرحته بالتطور التي وصلت إليه جمهورية سوماليلاند حتى الآن. وفي الختام تسلم عمدة مدينة بربرة شهادة تقديرية من قبل وفد دولة فنلندا. أقيمت اليوم مناسبة احتفالية موسعة بمدينة بورما، وذلك احتفالا بتخريج دفعة طلابية جديدة من معهد أفضل للعلوم الصحية. شارك في هذه المناسبة عدد من المسؤولين. أقيمت اليوم مناسبة احتفالية موسعة بمدينة بورما، وذلك احتفالا لتخريج دفعة طلابية جديدة بمعهد أول للعلوم الصحية. وشارك في هذه المناسبة عدد من أعضاء المجلس النواب ومجلس المحلي لمدينة بورما وسلاطين وعقال وضيوف شرف آخرون. وتحدث في بداية هناك عدد من مسؤولين المعهد وطلبة وطالبات المعهد أشاروا من خلال حديثهم مطولا على المجهودات التي بذلوها للحصول على هذه المراتب، ومدى أهمية الدراسات التي تلقوها خلال فترة دراستهم بمعهد أفضل للعلوم الصحية، ومدى فائدة الخدمات الصحية التي سيقدمونها للمجتمع بعد استكمال مراحل دراستهم. وفي الختام تحدث هناك عدد من أولياء أمور الطلبة وطالبات المعهد شكروا من خلال حديثهم مسؤولين معهد أفضل للعلوم الصحية على مجهودات التي يبذلونها لتخريج دفعة طلابية ذوي خبرة عالية. هذا كما ناشدوا طلبة وطالبات المعهد بأن يبذلوا مجهودات لرفع مستواهم العلمي ومواصلته للحصول على التميز. تم اليوم توزيع مساعدات إنسانية عبارة عن مؤن غذائية إلى مواطني ومقيمي بمقاطعات التابعة بمدينة عيلفوين في إقليم سناج، وهذه المساعدات مقدمة من مغتربي سوماليلاند بالمملكة المتحدة. قام اليوم عدد من مغتربي سوماليلاند في المملكة المتحدة بإيصال مساعدات إنسانية عبارة عن مؤن غذائية إلى المواطنين والمقيمين بمقاطعات التابعة لمدينة عيل أفوين في إقليم سناج، ذلك لتخفيف أعباء المتضررين من الجفاف والتصحر، وجاء ذلك أعقاب تأخر موسم الأمطار في الإقليم. وتحدث هناك عدد من مواطنين تلك المقاطعات شكروا من خلال حديثهم مغتربي سوماليلاند في المملكة المتحدة على هذه المساعدات، كما تطرقوا أيضا إلى موجة الجفاف والتصحر التي ضربت مقاطعات وأودت بحياة عدد كبير من رؤوس الماشية. تسلمت اليوم لجنة إقليم توغدير لمواجهة الجفاف والتصحر مساعدات عبارة عن مبالغ مالية مقدمة من قبل جالية سوماليلاند بدولة الدنمارك. تسلمت اليوم اللجنة المكلفة لمواجهة الجفاف والتصحر بإقليم توغدير مساعدات عبارة عن مبالغ مالية من قبل الشيخ يوسف عبد عوض والموكل من قبل جالية سوماليلاند المقيمة بدولة الدنمارك، وذلك مساهمة منهم لإغاثة مجتمعات متضررة من الجفاف والتصحر بإقليم توغدير. وتحدث في بداية هناك الشيخ يوسف عبد عوض بكل ما قدم من خلاله شرحا مفصلا عن كيفية توزيع هذه المساعدات على الأسر الأكثر تضررا. هذا كما أشار بأن هذه المساعدات والتي تقدر بألف دولار تم إيصالها من قبل عدد من جارية سومالاندية المتواجدة بدولة الدنمارك كمساهمة منهم لإغاثة مجتمعات متضررة. وكما تحدث هناك عدد من أعضاء اللجنة شكروا من خلال حديثهم جارية سومالاندية بدولة الدنمارك على إيصالهم هذه المساعدات لإغاثة مجتمعات متضررة. هذا كما دعوا للمحسنين العلي القدير بأن يبدلهم بالخير الوفير لما بدلوه لإغاثة مجتمعات متضررة. أعزائي المشاهدين، كان هذا كل ما لدينا خلال هذه الفترة، وحتى نلقاكم في نشراتنا القادمة تقبلوا تحياتي أنا فردوس حسن ومن فريق العمل، ودمتم في رعاية الله.
Thank you.